مرحبا معلمتي، مرحبا أصدقائي. اليوم سوف أروي لكم الصفحتين الأخيرتين من قصة غابة العجائب. وافق ثعلوب ونظفوا المنزل ورتبوه، وتركوا باقة من الزهور اليانعة على النافذة قبل أن يغادروا. لماذا لا نشكر أرنوبة أيضا؟ كانت لطيفة جدا معنا. قال ثعلب الصغير: اشتروا سلة كبيرة ملؤوها بالفطر وتوجهوا بها إلى منزل الأرانب. وصلوا مسيرهم بحثا عن غابة العجائب. لا أعرف لماذا أشعر بالسعادة اليوم، قال ثعلب الصغير والابتسامة تعلو محياه. وأنا أيضا أشعر بالسعادة وتنتابني رغبة بالغناء، قالت ثعلوبة. لم يقل ثعلوب شيئا، لكنه أحس بشعور ذاته وحدث نفسه: أظن أننا وجدنا غابة العجائب. النهاية. أعجبتني هذه القصة كثيرا لأنها تتحدث عن أهمية حسن معاملة الآخرين وأن تكون صالح مع الجميع.